الغرف التجارية والموجودات اللي هتقوم بها خلال الفترة القريبة بإذن الله عشان استعداد لشهر رمضان الكريم، مع الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ونعرف منه أهم الاستعدادات لشهر رمضان الكريم. مساء الخير يا دكتور علاء، وأهلا بحضرتك في أموال مصرية يا فندم. السادة المشاهدين. ألو دكتور علاء. أيوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. اهلا بحضرتك. ارجو تطلع يعني كل الساده المشاهدين مع حضرتك على اهم الاستعدادات من الغرف التجاريه لمعارض اهل رمضان والتخفيضات المتوقعه، وازاي الناس هتتعامل مع هذه المعارض وسبل توزيعها او اماكن توزيعها. هو بدايه الاستعدادات الجاري تنفيذها دي شراكه تامه بين الحكومه ممثله في وزاره التموين والتجاره الداخليه. تمام. والغرف التجاريه، احنا يمكن لسه جاي دلوقتي من الاجتماع العاشر مع معالي وزير التموين، اجتمعنا مع المنتجين قطاع قطاع، اجتمعنا مع السلاسل التجاريه، اجتمعنا مع التجهيزات التي يتم تنفيذها مع الساده رؤساء الغرف التجاريه في كافه المحافظات. ما سيتم تنفيذه هذا العام يمكن هيبقى اسوه بالعام الماضي، واكتسبنا خبره مش بطاله في هذا المجال في عدد من الفعاليات اللي هيتم تنفيذها. بدايه في معرض سوبر ماركت اهل رمضان، ده هيبقى في مركز القاهره الدولي للمؤتمرات، هيتواكب معاه معارض في عواصم كافه المحافظات على مستوى الجمهوريه، هيتكامل معاها في المحافظات يا اما كثيفه السكان يا اما متناهيه الاطراف، هيبقى في اكثر من معرض معمول في تلك المحافظه، ده هيتكامل مع مناطق سيجاري تحديدها حاليا مع الساده المحافظين، هيبقى هناك عربيات متنقله بتنقل السلع المحفظه الى المراكز الرئيسيه داخل المحافظات. السلع هي السلع الاساسيه زي السلع شائعه الاستخدام في شهر رمضان، والساده المنتجين تفهما منهم للوضع الحالي والظروف الاقتصاديه وفي الدور المجتمعي للقطاع الخاص هيقدموا على حسب نوع السلعه وهامش الربح اللي فيها، انما المتوقع الخصومات كلها هتكون السلع باسعار الجمله ان ما كانش اقل من ذلك، وهناك العديد من المنتجين هيقدموا السلع باسعار التكلفه. يعني هذه المعارض باذن الله نشوف فرق ملحوظ وفرق واضح وكبير ما بين الاسعار الحاليه النهارده والاسعار اللي هيعرض او هتعرض في هذه المعارض. لا ده يمكن في حاجه جديده كمان تمت النهارده. طب. ان السلاسل التجاريه في كافه فروعها على مستوى الجمهوريه هتعمل داخل كل محل من المحل بتاعتها جزء هيبقى لاهل رمضان. كويس قوي. والجزء ده هيبقى فيه السلع المخفضه المقدمه للساده المواطنين. في نفس الوقت جاري تنفيذ عدد كبير جدا من الكراتين السلع الرمضانيه المخفضه جدا، وتم التوافق مع عدد كبير من المنتجين ومن السلاسل التجاريه، دي هتكون متاحه للمواطنين اللي بيحبوا ان هم يزكوا اثناء شهر رمضان ويوزعوا الكراتين، الكراتين دي هتقبض تكلفه اقل، وبالتالي كل واحد يقدر يحصل على عدد اكبر من الكراتين بنفس قيمه الفلوس اللي بيتقدم بيها، سواء يوزعها هو مباشره بمعرفته او سنتولى توزيعها من خلال الغرف التجاريه ومن خلال الجمعيات الاهليه ومن خلال وزاره الاوقاف. طيب ده شيء طيب جدا، وانا بشكرك جدا على هذه المجهودات الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجاريه، واهم الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، واللي لفت نظر الحقيقه مشاركه السلاسل التجاريه. الناس كتير هتقول طب ما انا مش كل المحافظات مشاركه، طب هيبقى بس مقر واحد او معرض واحد على مستوى المحافظه، طب بقيه المدن ازاي؟ لكن مشاركه السلاسل التجاريه المعروفه طبعا باسمائها المختلفه على مستوى الوطن ده موجود.